الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نرحب بفضيلة الشيخ دكتور محمد عبد الكريم، جزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله من أوليائه الصالحين ومن أنصار دينه. شيخنا محمد هو أمين عام رابطة علماء المسلمين، وهو أستاذ في جامعة الخرطوم، وما شاء الله هو مجاز في الروايات السبعة والكتب الستة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذه المحاضرة الثانية لمساق الأصول الدعوية من القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة، فليتفضل شيخنا وجزاه الله خيرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بكم في هذه المادة، الأصول الدعوية من القرآن الكريم والتطبيقات المعاصرة. وبدأنا الحل في المحاضرة السابقة وهي الأولى الحديث عن التعريفات بالنسبة للدعوة، النداء الإيماني إلى الله تبارك وتعالى، أو هو الدعوة إلى الإسلام. ثم تحدثنا عن الأصول والمقصود القواعد التي يبنى عليها ما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام، وأن مصدر هذه القواعد هي النصوص الشرعية وأولاها وأحراها بالنظر القرآن الكريم. بدأنا في هذه الأصول الدعوية وبدأنا بالأصل الأول، ألا وهو ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، كما هو ظاهر لديكم في العرض، ابتغاء رضوان الله عز وجل بتجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تحدثنا عن قضية الرضا، رضوان الله عز وجل، إنه إذا كان كل مسلم يبتغي رضوان الله تبارك وتعالى من عمله، فكيف بالداعية إلى الله؟ فهو من باب أولى أن يلتمس رضوان الله تعالى، أن يكون هدفه الأساس رضوان الله، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. وعرفنا يعني عظم الرضا، رضا الله عز وجل بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة. طيب، كيف نتحصل على هذا الرضوان الذي هو أكبر من الجنة، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر؟ نتحصل عليه بأمرين. الأمر الأول الإخلاص في دعوتنا إلى الله عز وجل. الأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص أمر ضروري للداعية إلى الله عز وجل لكي ينفك من ذاتيته والدوران حول أهوائه ورغباته، ليصل إلى عين مراد الله تبارك وتعالى من دعوته. لأن الله سبحانه وتعالى يريد للداعية أن يدعو إليه لا إلى نفسه. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وكذلك أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وادعو إلى ربك. إذن هذه الآيات تدلنا على أن المخلصين هم الذين يقومون بالدعوة، خرج بذلك من عداهم. طبعا الإخلاص هنا يتناول أمرين: الإخلاص في الدعوة إلى الله، أي إلى توحيده، وهذا سنفرد له قاعدة خاصة مستقاة من النصوص الشرعية في الدعوة إلى التوحيد، ستكون هي القاعدة التالية. والإخلاص أيضا من جهة الداعي في نيته، ماذا يريد هو. فقد يكون الداعي داعيا إلى غير توحيد الله، مثلا إلى الشرك بالله عز وجل، هذا ليس داعية على الحقيقة، لأنه فقد شرطاً من شروط صحة هذه الدعوة أنه يدعو إلى غير التوحيد. قد يكون داعية إلى التوحيد ولكنه يتخذ ذلك سبيلاً من أجل رغباته، من أجل من أجل الدنيا. والله يقول في هذا في محكم تنزيله:
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي من سعيه وحركته نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالإخلاص هو تجريد القصد لله سبحانه وتعالى بأنه يريد من هذه الدعوة رضوان الله عز وجل. وهذا الإخلاص أيها الإخوة والأخوات مهم جدا في طريق الدعوة، مهم جدا لأنه يعني يجعل الداعية في غاية من الراحة، يعني أنه يعني أنه يدعو إلى الله، فمتى ما تحصل مراده من النتائج شكر الله تعالى وزاده ذلك إخلاصا وصدقا، ومتى ما أخفق في هذه الطريق لم يصاب بالإحباط، لأنه يعلم بأنه في كل الأحوال داعي إلى الله سواء وجد النتيجة من هذه الدعوة أم لم يجدها. ولذلك النتائج ليست مهم، ليست مشكلة بالنسبة للمخلصين، يعني في النهاية يعني هو لأنه يدعو إلى الله عز وجل ويرجو رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، هذا ليس طعنا في إخلاصه، فهو مخلص لله عز وجل لكن أدى ما عليه، إن عليك إلا البلاغ. فإذا هذه النقطة الأولى التي هي قضية الإخلاص، والنصوص كثيرة في قضية وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالحديث القدسي الجليل أنا الأغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإخلاص كما قال بعض علمائنا نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، يعني نسيان رؤية الخلق، نسيان رؤية الخلق بمدحهم بخوف ذمهم بعطاء من انتظار عطائهم والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أهم عوامل تحقيق الإخلاص النظر إلى حقارة الدنيا، أن الإنسان ينظر إلى هذه الدنيا وإلى كل متاعها إلى ألقابها وشهاداتها أنها زائلة، ما عندكم ينفد مهما كان. قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فمن أهم أسباب يعني تحصيل الإخلاص والنظر دائما أن يكون الإنسان دائما مخلصا أن ينظر أن لا يعبأ بالدنيا أبدا، أن لا يعبأ بالدنيا ولا ينظر إليها ويلتفت إلى حقارتها وينظر إلى عظم الآخرة والأجور التي تنتظر الناس يوم القيامة في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر هكذا يعني من ثم ينظر أيضا إلى أن الله يمقت المرائين ويحب المخلصين، فالله امتدح المخلصين وذم المرائين، فهو يبتعد عن الرياء يبتعد عن السمعة. هذا طبعا أيضا ننوه هنا إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يكون هاجس الإخلاص عنده مانعا إياه من الدعوة، لأن هذا الطريق من طرق الشيطان أو خطوة من خطوات الشيطان في ترك الدعوة إلى الله. فبعض الناس يقول لن أدعو إلى الله حتى أحقق الإخلاص، فما دمت أنني لا أحقق الإخلاص فأنا لن أدعو إلى الله، هذا طبعا طريق من طرق الشيطان. فترك العمل، فالعمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يقع أيضا في هذه الحفرة من حفر الشيطان الرجيم، أنه يدع الدعوة ويدع الدلالة إلى الخير خوف الرياء. لا، الإنسان يعمل ويدعو إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه أولا بأول ويذكر هذا الذكر الذي ذكرناه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. إذن هذه القضية الأولى في تحقيق رضوان الله تجريد الإخلاص لله. المسألة هذه إن وجدت في الداعية وجدت في الدعاة خرجنا من كثير من الخلافات، لأنه جزء من قضية الخلافات بين الدعاة والمشاكل التي تحصل في المؤسسات الدعوية أحيانا حظوظ النفس والنظر إلى المناصب والاستئثار بالدنيا،
فمتى ما وجد الإخلاص والاحتساب يعني في الدعوة إلى الله تعالى قلت المشاكل وقلت الأزمات التي تقع بين الدعاة في المؤسسات أو في المحيط الواحد، لأنه للأسف أن بعض الناس يقتحم ميدان الدعوة في النظر إلى المكاسب الدنيوية التي ربما يتحصل عليها من خلال الامتهان بهذه المهنة أو الوظيفة أو العمل الدعوي. الركن الثاني المهم جداً قضية المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه نأخذها من شق الآية الآخر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فمن كان الداعية إلى الله هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سنتحدث عنه في الحديث عن الأصل الثالث وهو ما يتعلق بالكتاب والسنة، لكن هنا لا بد من التنويه إلى أن هذا الأصل مهم جدا في قضية متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تحقيق كلمتي التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، مخلصين له الدين، وأن محمد رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله، أن لا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى يعني في قضية الإخلاص. طبعا كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، يعني أهل الإخلاص وإفراد وإتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. أهل إياك نعبد أهل الإخلاص، وأهل إياك نستعين أهل الاتباع، لأنه يعني نحن كما أننا نتوجه إلى الله بالعبادة فإننا نتوجه إليه بالاستعانة. فالله عز وجل بيّن لنا طريق الاستعانة، أننا نستعين في عبادته باتباع رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا لا يمكن أن نحقق الإخلاص إلا بهذين الرضوان الله إلا بهذين الشرطين، وهذا هو حسن العمل. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه، كما قال القاضي عياض يعني أبو قال أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أصوبه أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون أخلصه أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فإذا لا يمكن للعمل إلا بهذين، لا ينجح، لا يكون عملا صالحا إلا بهذين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك يعني جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في قوله عز وجل، جاء قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أهل التفسير هي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله تبارك وتعالى. فالعمل إذا كان على غير مراد الله، على غير النية الإخلاص، فهو عمل فيه رياء فلا يقبله الله. وإذا كان عملا غير على غير هدي رسول الله فإنه يكون بدعة ومحدثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بغض النظر عن نيته. هذا مهم جدا، لأنه بعض الناس يقول يا أخي حسبنا بنيته، يعني النية وحدها لا تكفي، لا بد من مع النية من أن يكون العمل صحيحا صوابا. طيب إذن هذه قاعدة مهمة جدا، يعني بها أو بهذين الركنين ننال رضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن ينالون رضوان الله تعالى بامتثال الإخلاص والمتابعة. ننتقل إلى الأصل الثاني من الأصول الدعوية. هذا الأصل وهو الدعوة إلى التوحيد وتعبيد الناس لرب العالمين. هذا الأصل يعتبر ركنا مهما جدا من أركان صحة الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل الدعاة إلى الله من لدن أول الرسل نوح عليه السلام إلى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم بدأوا بهذا الأصل العظيم، والمقصود
بهذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد، إفراد الله تعالى بالألوهية والعبادة والتوجه إليه ولاء وحكما ونسكا. هذا مهم جدا. إنك لو نظرت إلى القرآن الكريم في سرد دعوة الأنبياء الكرام لوجدت أنهم يبدأون بهذا الأصل الأصيل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل الرسل كانت هذه دعوتهم الأولى، أنهم يبدأون بالتوحيد ويبدأون بدعوة الناس إلى عبادة الله. هذه طريقتهم، ولذلك لخص الله تعالى هذه الطريقة في سورتهم التي سميت باسمهم سورة الأنبياء. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك، انتبهوا للآية هذه، وما أرسلنا من قبلك، دخلت من هنا على سياق النفي لتأكيد النفي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، هكذا قرأ حفص وقرأ الجمهور، إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا هذه طريقتهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحدوه، اجتنبوا الطاغوت بالبراءة من الشرك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أصل آخر. فإذا الدعوة إلى التوحيد هي القضية الكبرى التي دعا إليها رسل الله وأنبياء الله تبارك وتعالى، وجالدوا عليها أعداءهم ومخالفيهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان له النصيب الأوفى والقدح المعلى عندما قال الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي إلى توحيده، وربنا سبحانه وتعالى يعني أيضا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم وطريقته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هي ملة إبراهيم؟ الدعوة إلى التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، هذا الأصل الذي هو الدعوة إلى التوحيد، الإفراد الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل يجب أن نوضحه قليلا، لأن بعض الناس لا يفهمون حقيقة هذا الأصل. الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله، التوحيد ما معنى؟ التوحيد أن وحدت الله، أفردته. أفردته بماذا؟ لا بد أن أفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا بد أن أفرده بالألوهية، فهو المعبود الواحد الأحد. قال الله تبارك وتعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم أي معبودكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فإذن التوحيد توحيد في أولا في الألوهية، ثم التوحيد الربوبية، يعني كان الربوبية مقدم على الألوهية لأنه هو الأصل الذي يبنى عليه. فلا يقبل الشرك في التوحيد في الألوهية ولا في الربوبية. والله عز وجل لعن فرعون ومقالته في الأمرين، لما قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، أنا معبودكم وسيدكم. وتوحيده في الأسماء والصفات، لأن ننزهه عز وجل عن النقائص، وأن نثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتوجه إلى الله تعالى ولاء وحكما ونسكا، هذا ولاء وحكما ونسكا، يعني هذه الثلاثة الأركان سماها ابن القيم بأركان التوحيد، وقد جعلها الله تعالى في سورة الأنعام. فالله تعالى في سورة الأنعام جعل التوحيد ثلاثة أركان: توحيد الولاء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وتوحيد الحكم في وسط السورة: أفغير الله أبتغي حكما
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا. وتوحيد النسك العبادة، قل إن في آخر السورة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك سورة الأنعام تعتبر من السور العظيمة في أدلة التوحيد. يعني ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من العلماء الذين تحدثوا عن التوحيد، وشيخهم من قبله شيخ ابن تيمية والعز بن عبد وابن أبي العز الحنفي أيضا في شرحه على الطحاوية وغيرهم من علمائنا الأكابر الأجلاء، لما تحدثوا عن أدلة التوحيد صنفوا سور القرآن، فقالوا سور القرآن بعضها تدل على التوحيد الكامل، أو أهمها سورة الإخلاص. لذلك سميت سورة الإخلاص. لماذا؟ لأن من اعتقد ما فيها أخلص لله في العبادة وتوجه إلى الله تعالى بالطاعة. ذلك هي سورة الإخلاص، مع أنه كلمة الإخلاص ليست موجودة في سورة الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل سور القرآن الاسم اسم السورة منتزع من كلمة من كلمات السورة إلا سورة الإخلاص. يعني سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، سورة الناس قل أعوذ برب الناس، سورة البقرة اذبحوا بقرة. أي سورة من سور القرآن الكريم اسمها في العادة منتزع من كلمة من كلمات السورة. طيب سورة الإخلاص، أين الإخلاص؟ كلمة الإخلاص في هذه السورة لا توجد الكلمة، لكن من عمل بها أو من اعتقدها أصبح مخلصا، هذا واضح، أو أن هذه السورة أخلصت لله، فكل كلماتها عن الله، لم ليس فيها شيء حديث عن الخلق، لا عن الآخرة ولا عن الدنيا ولا عن البشر ولا عن الجبال ولا عن الأنهار، وإنما كله عن الله. قل هو الله من أول السورة لآخرها، ولذلك هي عظيمة لأنها أخلصت لله تعالى في كلماتها، حديث عن الله، خبر عن الله. فهذه من أدلة هذه الله. وكذلك من قالوا من أدلة التوحيد سورة الأنعام بكمالها، لأنها دلت على هذا النوع من التوحيد. فإذا أيها الأحبة الكرام، يجب أن ننتبه إلى أن الرسل والأنبياء جميعا دعوا أولا إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني، المعلم الثاني المهم، أنهم دعوا إلى عبادة الله عز وجل. ننتقل للمقطع الثاني، ننتقل للمقطع الثاني. نعم، هذا طبعا المقطع الثاني في قضية منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. طيب في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سنركز أيها الأحبة الكرام على الأصل الثاني هذا الذي ذكرناه، اللي هو الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى يعني وأن دعوة إلى أن يعبد الله تبارك وتعالى. طيب هذا الأصل الثالث الآن، اعتماد منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، مهم جدا جدا، مهم جدا جدا. يكاد يكون هذا الأصل اللي هو الثالث هذا جامع لأصول كثيرة مما سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. اعتماد منهج الأنبياء، ماذا نعني بكلمة اعتماد منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل؟ يعني أن المنهج الذي يحكمنا، الطريقة العامة التي تحكمنا في الدعوة إلى الإسلام، هي طريقة الأنبياء والرسل. لماذا طريقة الأنبياء والرسل؟ لأن الله تبارك وتعالى اعتمد هذه الطريقة، هو الذي قال لنا أريد منكم أن تدعوا إلي، وهو الذي قال لنا عليكم بطريقة الأنبياء، وقالها لخير الدعاة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء، فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. وقال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمنهج الأنبياء وأن يقتفي آثارهم وأن يسير على سنتهم. والخطاب لرسول الله هو خطاب للأمة، لأنه يعني الله تعالى حين يخاطب الأعلى لبيان أن من دونه محتاج إلى هذا الخطاب من باب أولى. طيب الأنبياء والرسل
لماذا يعني لماذا منهج الأنبياء؟ يعني لماذا الأنبياء؟ ما هو السر في هذا؟ لأن الأنبياء أحبة الخير قد عصمهم الله من الانحراف والخطأ، عصمهم الله من الأهواء، فهم معصومون من جهة البلاغ الدعوة، فلا يمكنهم أن يكونوا أصحاب أهواء، ومن ثم فإن سبيلهم ضمان بإذن الله في الاستقامة. الأمر الثاني المهم جدا أنه الأنبياء هم قمة النجاح وغاية الإبداع والإنجاز. ما حققه الأنبياء من النجاح ما حققه أحد من غيرهم مهما كانت النتائج المتحصلة بالنسبة له، يعني وهذا سنبينه في مسألة مفهوم النصر. فالأنبياء والرسل هم الناجحون الأولون بامتياز في سلك الدعوة إلى الله عز وجل. فهؤلاء الناجحون يجب أن يكونوا قدوة، ويجب أن ننظر إلى سيرتهم من أجل الاقتداء بطريقتهم، فلأنهم نجحوا وكانوا ناجحين والله زكاهم. نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. انظروا إلى المدح، مدح الله سبحانه وتعالى لهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما وصفه به الواصفون من صفات النقص، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، ثم حمد نفسه أثنى على نفسه لكمال صفاته وجمالها. إذن تسليمه على المرسلين بعد تنزيه نفسه دليل وبرهان على سلامة طريقة هؤلاء. فإذا هذا الأصل مهم جدا من الأصول الدعوية، بقضية الأخذ بطريقة الأنبياء. والله أعلم حيث يجعل رسالاتي أو رسالته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ننتقل للمقطع اللي بعده. في منهج الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل، نجد أنه قضية القضايا عند الأنبياء هي قضية التوحيد، قد أشرنا إلى ذلك، والأدلة ذكرناها. الأساس الذي دعا إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم بدأوا بهذا الأصل اللي هو قضية التوحيد. طيب، يتفرع عن هذا المعلم المهم الأول في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله أمران مهمان. الأمر الأول: البدء بالأهم فالمهم في الدعوة. البدء بالأهم فالمهم. طيب، ما هو الأهم؟ الأصول. الأهم العقيدة، العقيدة هي الأهم، ثم ما يتأسس على هذه العقيدة من العبادات والأخلاق. لا يمكن نعكس الموضوع. فبالتالي يجب على الداعية بادئ ذي بدء أن يهتم بصحة المعتقد وصحة العقائد وصحة المفاهيم والتصورات. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول. إذن البدء بماذا؟ البدء بالأهم. الأهم ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى عبادة الله. فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أموال صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن البدء بالأهم فالمهم. فالأهم ماذا؟ الأهم الاعتقاد أو العقيدة. ولذلك القرآن يبدأ
يعني في حزم الأوامر الإلهية دائما بالمعتقد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بعدها، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب، وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا. إذن بدأ بماذا؟ بدأ بالعقيدة، هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، عقيدة، بدأ بالعقيدة، ويقيمون الصلاة ثم العبادة، ومما رزقناهم ينفقون ثم الأخلاق. قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا يعني البدء بالأهم فالمهم. ننتقل إلى المقطع الذي بعده. نعم. أيضا يعني من تأسيسا على هذا الكلام، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يعني ينبغي أن يقدم الأهم دائما، يعني يتدرج هكذا: التوحيد الذي هو الأصل الأهم، ثم باقي الأركان إلى آخر ذلك. إذا كانت الدعوة موجهة إلى قوم قد عرفوا، إذا قوم لا يعرفون الإسلام، يبدأ بالإسلام، بالتعريف بالإسلام، بعقيدة الإسلام. إذا كانوا يعرفون هذا الأصل، يدعوهم إلى تصحيح باقي الأركان، وهكذا تمشياً مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. إذن عندنا ترتيب، ترتيب يعني نبوي رتبه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. المقطع الذي بعده. طيب، هذا المقطع يعني ربما صورتي تحجب الكلمة التي تحت الصورة، اللي هو البناء قبل الهدم. البناء قبل الهدم، يعني في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله البناء قبل الهدم. ماذا نعني بالبناء قبل الهدم؟ الرسل بنت قبل أن تهدم، ودعت إلى الإسلام قبل أن ينادوا بنبذ الأصنام. يعني هذه هي الطريقة المثلى والخطة المثلى للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا الحيدة عن هذا إغراق في متاهة لا يعلم عاقبتها إلا الله تعالى وحده. يعني الدعوة إلى الله عز وجل يبدأ بالبناء: افعل، ثم لا تفعل. ليه؟ لأن النفوس جبلت على الفعل. بطبيعة الإنسان من طبيعته أنه حارث وهمام، يعمل حرك، يعني لا بد من فعل. فهنا الرسل ماذا فعلوا؟ يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ثم ينهون عن عبادة الأصنام. يقول أبو سفيان بن حرب لما سأله هرقل العظيم الرومان: ماذا ما إلى ماذا يدعوكم؟ ما هي دعوته؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده واتركوا ما يقول آباؤكم. شوف الترتيب، لم يقل اتركوا ما يقول آباؤكم، اتركوا ما يقول، لا يعني اعبدوا الله وحده واتركوا ما يقول آباؤكم. وهذا نفسه قاله جعفر بن أبي طالب لما سأله النجاشي عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبشة. قال: أيها الملك، إن كنا أهل جاهلية وشرك، فجاءنا رسول إلى أن قال، فقال لنا اعبد، فأمرنا بعبادة الله وحده، ونهانا عن عبادة الأوثان، أو كما قال. فإذا البناء قبل الهدم قريب من هذا الكلام ما قاله ابن تيمية. لو كبرت الشاشة هذا المقطع. نعم، أيوة، الذي بعده. أي نعم. هنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عنده كلمة مهمة جدا في الاهتمام بالبدائل. لأن النفوس إذا منعت من شيء لا تبقى فارغة، لأنها خلقت لتعمل لا لتترك. فإذا لم يقدم لها البديل النافع، إنها قد تنشغل بضده.
وقد تعمل بأسوأ مما منعت منه. وابن تيمية قدم بكلامه الماتي عادة نظرية للدعاة عندما يريدون مخاطبة المدعوين، عليهم أن يراعوا أصول الحسنات وأصول السيئات، فعند الأمر بفعل الحسنات يأمر بالأصول التي فعل واحد منها يترتب على فعل كثير من الفروع، يعني وأثناء ذلك يقدمونها يعني بما يمكنه بالنسبة للأوامر. فإذا هذه الطريقة في التدرجية يعني مهمة جدا، أنه البناء قبل الهدم، البناء قبل الهدم. ودائما إذا نهينا الناس عن شيء فإننا ينبغي أن نقدم لهم البدائل، بل أن نركز على هذه البدائل ونحسنها ونجملها، هذا هو الأصل. يعني أنا لما أدعو إلى التوحيد، في عندي توحيد وعندي شرك، ناس عندهم يخلطون توحيدا وشركا، أجمل لهم التوحيد وأبين لهم فضل التوحيد، فضل الإيمان وإفراد الله بالعبادة وغير ذلك من هذه الأمور الترغيبية في قضية البناء هذا، ثم آتي وأقبح هذا الشيء الذي في نفوسهم حتى أهدمه. لكن هما بطبيعة الحال سيتشبثون بشيء ويدعون شيئا آخر، لأن النفوس جبلت على الفعل على العمل. طيب هذا الأصل مهم جدا. ننتقل للمقطع الذي بعده. إذن في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هذا المعلم الثاني المهم من معالم منهج الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب ما الفرق بين هذا؟ لماذا احنا كررنا الآن؟ قلنا التوحيد واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب مقالة الأنبياء المتكررة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فيها دلالة على التوحيد، وعلى أن دعوة الأنبياء دعوة لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، فالهدف الأساس والمقصد الأعلى تعبيد الناس لرب العالمين. أيوة. إذن ليس تعبيدا لأنفسهم. فهذا المعنى، هذا منهج مهم في منهج الأنبياء الدعوة إلى الله، أنهم يقولون لإخوانهم إننا لا نريد أن نجعل من أنفسنا آلهة أخرى، ما كان لبشر أن يعلمه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما يمكن لرسول ولا نبي وكذلك لداعية على الهدى وعلى الإسلام أن يجعل من نفسه طاغوتا مكان الطواغيت التي يحاربها، بحيث أنه يدعو الناس إلى تأليهه وإلى تقديسه. أبدا، هو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا مطلب مهم جدا، يجب أننا دعاة لتعبيد الناس لله، كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن هذه مهمة، هذه قضية مهمة، أننا نعبد الناس لرب الناس، لملك الناس، لإله الناس الذي هو الله سبحانه وتعالى. المقطع الذي بعده. من معالم أو من معالم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تكرار كلمة على ألسنتهم: لا أسألكم عليه أجرا. يعني ارجعوا على سبيل المثال إلى يعني إلى سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله رب العالمين. قالها نوح وقالها هود بعده: إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله. وقالها يعني صالح وقالها لوط وقالها شعيب وقالها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طيب هذا المعلم من معالم منهج الأنبياء على ماذا يدل؟ يعني ما المقصود من هذا الكلام؟ لماذا هم يكررون يصرون على أنهم لا نريد منكم أجر؟ أيوة. لأنه هكذا النفوس البشرية تظن أنه يستحيل أن يقدم إليها نفع من البشر إلا في مقابل أجر. يعني هنالك أجر، هنالك غرض ما،
ولذلك أعداء الرسل يحاولون الشغب على دعوة الرسل بهذا. يعني فرعون لما قال لموسى عليه السلام إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يعني هم اتهم الاتهام جاهز بالنسبة لموسى. أنت جئت يا موسى بهذه الدعوة حتى تجلس مكاني وحتى تنال الدنيا. الرسل كانوا يؤكدون على أنهم لا يريدون من وراء دعوتهم مقابل من الناس، وهذه قضية مهمة جدا يجب أن يؤكد عليها الداعية وأن يبينها بحاله وبمقاله وحاله بالنسبة للناس، أنه لا يريد من وراء دعوته مناصب ولا شهاء ولا 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 ما في أيدي الناس، وبالتالي يجب على الداعي أن يتعفف ويترفع من حطام الدنيا، لا يكون همه في كل كلمة أو محاضرة أو دعوة يقدمها حطام الدنيا. ماذا سيجني من المال؟ ماذا سيحصل على المكافآت وخطابات الشكر وغير ذلك؟ لا، وإنما همه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، نطعمكم الطعام، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذا كان هذا في إطعام الطعام فكيف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. فالتأكيد على هذه المسألة مهم جدا من أجل أن يبرئ الداعية ساحته أمام الناس، والاستبراء للعرض من الدين. فكيف إذا كان الاستبراء من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى رب العالمين؟ هنا تأتي مسألة، وهي مسألة قضية تقاضي الأجور في بعض النشاطات الدعوية، أن بعض الدعاة يفرغون من قبل مؤسسات، من قبل أشخاص، أحياناً يكون هذه وظيفته، يعني أصلاً يعني في التدريس أو في التعليم أو نحو ذلك، وهو داعي إلى الله عز وجل. هنا يعني ما يتقاضاه يحصل عليه الداعية من أجر ينبغي أن يستعين به لا أن يدعو من أجله. فرق بين الأمرين، بمعنى أنه لا يجعل الدعوة مقابل ما يأخذه من مكافأة، فهو ينطلق داعية إلى الله، وجد المكافأة أم لم يجد. أما من يتوقف في حركته الدعوية لا يدعو أبدا إلا أن يحصل على أجر مقابل، فهذا نسأل الله العافية، يعني لا يبارك الله في دعوته، أو إن حصل نفع أو نتيجة لكنه أبعد ما يكون عن حصول الأجر. فإذن الأجر يستعان به لا أن تكون الدعوة من أجله، لا أن تكون الدعوة من أجله. ننتقل إلى المعلم الرابع من معالم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، الوضوح وعدم الغموض. ماذا نعني بالوضوح وعدم الغموض؟ الأنبياء مع ما أوتوا من رفق وحكمة واجهوا أقوامهم بانحرافاتهم بطريقة صريحة واضحة. يعني لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ شعيب عليه السلام: يا قوم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء. إذن جزء أساسي من قضية حل مشكلات الدعاة إلى الله الوضوح وعدم الغموض في تناول مشكلات الناس، لأن بعض الناس من الدعاة يعني يجلس لا يكون واضحا في وضع يده على مشكلات الناس، فيتهيب
من الناس فيحاول يعني من باب المجاملة لا يتحدث عن إشكالياتهم وأخطائهم، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. فالطبيب الذي يعالج مريضه من الأمانة أن يفصح له عن مرضه حتى يتوقع أسباب زيادة هذا المرض، وإن في أحوال ضيقة جدا ربما لا يخبر بذلك المريض، ولكن يخبر وصيه أو وليه إذا كان كبير في السن، إذا كان يعني صبي صغير لا يحتمل الصدمة النفسية أو لا يحتمل مثله الحديث معه في هذه الجوانب، لكن في النهاية لا بد من الحديث، لا بد لهذا الطبيب أن يتكلم مع المريض يكشف له مرضه أو يكشف لذويه إن كان قاصرا أو كان يعني هنالك وصي عليه. إذن الوضوح وعدم الغموض في حل مشكلات الناس من أجل أن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإذن الأنبياء كانت لغتهم واضحة في سرد مشكلات أقوامهم وما هم عليهم من الانحرافات. المعلم الخامس من معالم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله أن الأنبياء كانوا يجابهون قضايا عصرهم. فلوط عليه السلام دعا إلى التوحيد في البداية، نعم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم ندد بالفساد الأخلاقي الذي كان عليه قومه، فعل الفاحشة، ندد بهذا الفساد الأخلاقي. شعيب عليه السلام دعا إلى التوحيد، ندد بالفساد الاقتصادي، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم أو القسطاس على القراءة الثانية. فالظلم الذي كان عليه يعني قومه بينه وكشفه. موسى عليه السلام دعا إلى التوحيد والإيمان، ندد بالاستعباد وإهانة الناس، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني دعوته إلى التوحيد في نفس الوقت، وأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إذن جاء من أجل إنقاذ أمة، موسى عليه السلام جاء من أجل إنقاذ هذه الأمة. هكذا إذن الدعوة تسير في منهج الأنبياء مع القضايا العصرية. ما الذي يحتاجه الناس في العصر، في عصرهم؟ لا ينبغي للداعية أن يخاطب الناس يعني بعيدا عن مشكلاتهم، عن همومهم العصرية. هنالك اليوم في واقعنا، في حياتنا، في عالمنا اليوم قضايا كبيرة جدا تستهدف المسلمين في أصل عقائدهم، في أصل توجهاتهم. يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يفهموا هذه القضايا الكبرى، قضايا العولمة اليوم التي من خلالها يتم تجاوز العقائد، الإيمانيات، الدعوة إلى يعني باسم السواء، أن الناس الإنسانية متساوية، إسقاط حقوق المسلم وتسوية حقوقه بحقوق غير المسلم. هذه أمور يعني يجب أن يعني هناك تصورات مشوهة الآن. طيب هذه التصورات المشوهة يجب أن نتحدث عنها. اليوم في صنم كبير جدا يعني موجود في العالم يريد أن يعبد من دون الله عز وجل، صنم يعني اسمه العلمانية، نبذ الدين عن الحياة، نبذ الدين عن السياسة، نبذ الدين من الاقتصاد. هذا الصنم اليوم العصري هل يليق بالداعية أن يتحدث عن أصنام هبل واللات والعزى ويغوث ويعوق ونسرة، الأصنام التي تعبد كانت الجاهلية، ولا يتحدث عن صنم العلمانية؟ لا يمكن أبدا. يعني بالتالي إذن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يعيش قضية عصره كما عاش الأنبياء رضوان الله عليهم قضايا عصره. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى يعني المعلم السادس، معالم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى،
اللي هي قضية النصر وحقيقة النصر. الله سبحانه وتعالى يعني وعد أنبياءه ورسله بالنصر المؤزر، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينصر رسله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا الله سبحانه وتعالى وعد الرسل بالنصر فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هنا في مسألة النصر يفهم بعض الناس أن النصر الذي حققه الأنبياء هو النصر المادي، بمعنى أن قومهم إما أسلموا وإما خضعوا لهم، يعني لهؤلاء الأنبياء قسرا وقهرا. والصواب في الحقيقة إنه الانتصار ميدانه أوسع من الانتصار المادي. فمتى ما قام الداعية إلى الله بالبلاغ المبين والبيان الواضح وبذل الوسع والجهد في الدعوة الخلق إلى الله عز وجل فهو قد انتصر، قد انتصر. سواء أسلم الناس أم لم يسلموا، آمن المدعوون أم لم يؤمنوا، إن عليك إلا البلاغ. هذا هو النصر، هذا هو الانتصار الحقيقي. ولأن ودليل أن بعض الأنبياء قتلوا، زكريا نشر بالمنشار، يحيى ذبح، فأنبياء كرام قتلوا لم يروا بأعينهم النصر. فهل هؤلاء منتصرون أم منهزمون؟ منتصرون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب في الحياة الدنيا ما كلهم انتصروا بالسيف، ما كلهم ظهروا بدعوتهم، لا، هم ظاهرون، ما ظاهرون بحجتهم. أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذن الانتصار ليس شيئا واحدا، وإنما الانتصار الحقيقي هو البلاغ المبين والبيان الواضح. عند ذلك إذا أدى الداعية ما عليه فهو منتصر، قد انتصر في هذا الميدان إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قد يحقق الله تعالى له الحسنى الأخرى، وقد لا يحقق الله عز وجل، كما بيّن الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. نعم. طيب، خلاصة القاعدة في قضية منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام، أنه ليس لأحد من البشر، أظن انتهينا المقطع السابق، كان ذكرني بالمقطع السابق، نعم انتهينا المعلم السادس هذا الذي بعد بعد هذه المعالم التي وقفنا عليها بالنسبة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، الخلاصة، خلاصة القاعدة، ليس لأحد من البشر أن يغيره، أن يغير هذا المنهج باختياره لنفسه أو لغيره طريقا وصراطا ومنهجا للإصلاح غير الطريق، هذه الطريق بدعوة تغير الظروف. يجيك واحد، يطلع عليك واحد من هؤلاء يقول لك يا أخي الظروف اليوم تغيرت غير الظروف الأنبياء في السابق، فنحن ينبغي أن لا نبدأ بالتوحيد ولا نبدأ بقضايا الاعتقاد أو اختلاف المطالب مثلا وغير ذلك من المسوغات الوهمية والمبررات غير الشرعية. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا ما على دعاة الإصلاح إلا أن يتبعوا وأن يدعوا الابتداع، وهذا مهم جدا. يعني ماذا نريد نحن؟ نريد أجر الله، نريد أن يرضى الله عنا، نريد أن ننال الأجر عند الله عز وجل. والله هذا لا يكون
يعني باجتهادات تخالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وإنما ينبغي أن تكون وفق منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.